بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واطرح صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سوف نتناول كاروسل، بما يعرف عند البعض بسلايد شو في البوتستراب. هذه من أجمل الخصائص التي يقدمها البوتستراب. نقوم بإنشاء الديف الجديد، ثم نضع له كلاس اسمه كاروسل، ثم نضيف سلايد جيد. بعد ذلك ضيف ريب، ثم نضع مرة أخرى كاروسل، ثم بعد ذلك هنا ايدي، نضيف هنايا كاروسل اكزامبل جيد. ثم نذهب الى وسط هذا الديف، ثم نقوم بوضع قائمة OL. وظيفة هذه القائمة سوف تضع لنا النقاط للانتقال بين الصور، ثم نضع لها كذلك كاروسل، ثم داش، ثم نضع انديكيتر جيد، ثم نضع بداخلها الاي، ثم نضع لها كلاس هنايا كلاس اكتيف ليتم تحديد اول دائرة اكتيف، ثم هنايا نضع داتا تار ليتش، سوف نضع بداخلها هذا داش ك شباك عفوا، ثم كاروسل، ثم داش اكزامبل مثل هذا. الايدي الموجود هنا. بعد ذلك نقوم بنسخ هذا على الاي 3 مرات، ثم نزيل هنا اكشف، وهنا نزيل اكشف جيد، ثم نضيف هنا وهنا وهنا، نحددها هنا، ثم نضيف داتا سلايد، ثم داش، نضيف هنا 0، هنا سوف نعدل، هنا 1، ثم هنا 2. ثم بعد هذه القائمة نقوم بإضافة الاي دي الذي سوف نضيف، الديف الذي سوف نضعه في الصور، نضيف ديف، ثم نضع له كلاس اسمه كاروسل داش انر، ثم بداخل هذا الديف نضع ديف اخر، نضع له كلاس اسمه ايتيم، ثم نضع كلاس اكتيف ليتم تحديد اول صورة، ثم بداخل الديف نضع ايمج. قبل هذا نذهب الى ملف البوتستراب، ثم ننشئ ملف اسمه ايمج، ثم نضع فيه الصور التي نريد. هنايا نستدعي ملف ايمج، ثم بداخل ايمج نضع اول صورة اسمها جي بي جي جيد، ثم هنايا في الوصف سوف نضع سلايد، ننسخ هذا الديف، ثم نقوم بوضعه هنا، ثم هنا نغير باقي الصور نستدعيها ايمج، ثم نحذف كلاس اكشف لان تم وضعه في الصورة الاولى فقط. الان نرى النتيجة كما لاحظتم، خطأ في استدعاء جي بي جي، هنا نسيت اظن اسمها نرى الآن جيد. الآن سوف نقوم بإضافة الأسهم هنا للانتقال بين الصور. نذهب إلى أسفل هذا الديف هنا، ثم نقوم بوضع أنكر تاغ، ثم هذه الأنكر تاغ سوف نضع لها هذا الأيد الذي هنا، ثم أضع شباك، ثم أضع الأيد. بعد ذلك سوف نضيف كلاس اسمه ليفت،
ثم كاروسل داش كنترول ثم داتا سلايد يعني previous بريف جيد. ثم بداخل انكرتاك سوف نضع ايقونة اسم span ثم نضع class اسمه glyph icon ثم هنا مرة اخرى glyph icon dash chevron chevron ثم dash lift. نرى الآن النتيجة. الانتقال يتم حدوثه لكن الأيقونة لا تظهر، لا أعرف أنا خطأ. نقول هنا وضعته هنا البيت. كما لاحظتم ظهر السهم هنا. سوف نقوم بنسخ هذا الانكر تاغ ثم نضعه هنا، لكن هذه المرة سوف نغير هذه الى الرايت ثم كذلك الايقونة هنا الى الرايت. نرى الان النتيجة. جيد، يمكن كذلك اضافة المزيد من الصور. نقوم اولا بوضع هنا نضيف دائرة اخرى ثم نضع هنا مثلا 3 ثم نقوم بتكرار هذا الديف هنا ثم نستدعي صورة مثلا هنا 4 ثم نرى النتيجة. كما تلاحظون اصبحت هنا 4 دوائر، نذهب الى الصورة 4 هنا كذلك الى ان ندفع هنا اي كما لاحظتم يشتغل عادي. كما يمكننا كذلك إضافة نص مع الصور ليدار معها. نذهب أولا أسفل تاكل إيميج، بعد ذلك نقوم بإنشاء ديف ثم نضع له كلاس اسمه مثلا this is a caption عفوا هذا سوف نضعه وسط الديف. ثم في الكلاس سوف نكتب هذا كارسل داش كابش ثم هنا نضع هذا وسط اتشتري مثلا ثم نضع باراجراف ثم نكتب بها نص عشوائي ثم نقوم بنسخ هذا الديف ثم نضعه بداخل الصور الأخرى هكذا ثم هكذا مرة أخرى. جيد، نذهب الآن نعمل ريفريش. كما لاحظتم هو النص ظهر ثم ننتقل كما لاحظتم النص مرة أخرى ثم هكذا هكذا. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس أصدقائي. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نبدأ بتصميم موقع بالبوتستراب. إلى اللقاء.